للنادي الاهلي، اليوم يوم النادي الاهلي، اليوم يوم احتفالات النادي الاهلي، اليوم يوم فرحه النادي الاهلي اللي دايما مفرحنا احنا هنا كده كشعب مصري، دايما مشرفنا ودايما رافع راسنا للسما لفوق قوي. معانا عبر الهاتف الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، نبارك له ونهنيه على برونزيه الاهلي اليوم. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور ومليون مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ كريم، دايما مبروك لكل الاهلاويه. دايما بقول لك مشرفينا ورافعين راسنا لفوق. كنا النهارده فرحانين قوي بالاهلي وبكل الظروف الصعبه اللي الاهلي تعرض لها قبل هذه البطوله، دائما الاهلي حاضر ودائما الاهلي يحقق انجازات. الحمد لله، هذه شخصيه الاهلي اللي موجوده دايما، لعيبه رجاله وعلى اعلى مستوى. الحمد لله شرفونا واسعدوا الجميع واسعدوا الاخوه الاماراتيين هنا كمان، يعني الحمد لله كلهم كانوا بيشجعوا الاهلي. النهارده كل الناس كانت بتشجع الاهلي. انا هبدا معاك بحاجه مهمه جدا كنت بقولها النهارده في المقدمه. النادي الاهلي بكل صدق قال من اول يوم ان مصلحه مصر اهم وان مصلحه منتخب مصر اهم، ورغم انه بدا بالمبادره اليوم بيحقق انجاز بعد ما حط مصلحه مصر فوق كل شيء. الحمد لله من اول لحظه وكابتن محمود الخطيب قال كده، مصلحه مصر هي رقم واحد. صحيح. والحمد لله، يعني كنا نتمنى ان منتخب مصر يفوز بكاس افريقيا ان شاء الله في تعود تاهل لكاس العالم، وربنا اكرمنا الحمد لله بالنيات الطيبه وبان كلنا كان هدفنا واحد منتخبنا وبعد كده النادي الاهلي. وكالعاده الحمد لله النادي الاهلي خير ممثل لمصر، يعني دايما بيشرف مصر في كل المحافل الدوليه، وده عهدنا دايما كلنا بالاهلي اللي بنشرف كلنا بالانتماء ليه. قلتوا ايه للعيبه يا فندم قبل المباراه النهارده؟ قلتوا ايه والناس كانت احيانا يعني تعطي الحظوظ لنادي الهلال النهارده للفوز بهذه المواجهه؟ النادي الاهلي من الثانيه الاولى نازل في هذه المواجهه وقبل الطردين كمان يقدم مباراه كبيره ورائعه. الحمد لله انت عارف حضرتك، احنا يعني عمل مؤسسي عندنا كابتن محمود الخطيب المشرف على الكوره عظيم من قبل مجلس الاداره، يعني الحمد لله كان يعني دايما تحفيز للعيبه، ومن اول لحظه تم يعني كم الاعداد اللي قاعده مع اللعيبه، كل دي كونه اداري متميز ونجم كبير ليها تاثير جامد دايما طبعا على اللعيبه، وكانت باينه قوي في التاسعه والعاشره في افريقيا، وربنا توج المجهود ثاني سنه على التوالي بروزيت كاس العالم اللي نتمنى بعد كده ان شاء الله ان ربنا يوفقنا ونحقق برضو امال الجماهير وان شاء الله طموحنا كلنا بعد كده كاس العالم نفسه يعني ان شاء الله. ما هو الناس بقى سالت بعد البرونزيه النهارده اللي جاي ايه؟ دي عاده جماهير النادي الاهلي ما تستناش حتى خمس دقائق بعد ما تاخد الانجاز يقول لك اللي جاي ايه؟ البطوله اللي جايه ايه؟ بتفكروا في ايه؟ حق جماهير النادي الاهلي دايما كده. صح، حق جماهير النادي الاهلي. ربنا دايما بيحقق طموحاتهم واحلامهم. يا فندم انا بهني حضرتك مليون مبروك، يا رب دايما تعملوا انجازات ودايما النادي الاهلي مشرفنا في كل مكان في العالم. اشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. حاجه رائعه، ناس هاديه مهذبه محترمه بتشتغل بهدوء هايل، يعني مليون مبروك للنادي الاهلي. هي المنظومه كامله بصراحه، كل الناس بتتعامل بشكل محترم جدا وبشكل احترافي كبير جدا.